حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. مساء الخير أستاذة دلال، ولو توضحين لنا أهم ما تم مناقشته من خلال اللجنة خلال هذا الدور. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني اسمحي لي ببيان أنه بموجب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اللجنة التشريعية والقانونية يعني مؤلفة من 8 أعضاء، وهي اللجنة الرئيسية المختصة لإبراز وإبداء الرأي القانوني والدستوري في كل ما يعرض على كافة لجان المجلس، فهذا طبعا من أهم ما تقوم به اللجنة. حصيلة عمل اللجنة في هذا الدور هو 79 رأي وتقرير قانوني تقدمنا فيه ما بين مراسيم ومشروعات واقتراحات بقوانين، وكذلك مواضيع محالة للجنة، وكان أبرزها هي التعديلات التي طرأت على قانون محكمة التمييز، مباشرة الحقوق السياسية واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات، وقانون الخدمة المدنية، وكما ذكرتي اقتراح هيئة الأمن القضائي. وتميزت في مجملها تلك التشريعات أنها كانت يعني ماسة ومتصلة بإجراءات التقاضي وتطويرها وجودتها، وكذلك متصلة بالحقوق الفردية. ونستكمل في الفترة الراهنة طبعا الانتهاء من عدد من المواضيع التي تم إرجاعها أو طلب الرأي اللجنة فيها، ودائما نتطلع دوما يعني لأداء واجبنا للتحديث ومواكبة التطورات وملائمتها على المنظومات التشريعية في مملكة البحرين. نعم سعادة الأستاذة دلال زايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.